يا صباح الفل يا صف صف. ايه يا حاجة في قولي يا صبح؟ المعدولة فين؟ أنا معدولة؟ المعدولة الهبابة. هعرف منين مين الهبابة يا حاجة؟ قولي اسمها. المعدولة الهبابة بتاعت الصوفي. هعرف منين يا حاجة ان انت عايزة بتاعت الصوفي؟ من غير ما اكلمك تفهميني، ابص لك تفهميني. عندك حق يا حاجة، انا اسفة، جوه في اوضتها. قولي لي كده على طول. حاضر يا حاجة، قلت اهو. اه يا حاجة ايه تاني؟ من غير ما اتكلم تفهميني. حاضر. كانت كل هم. منك ليا يا جعفر جايب لي اربع مصايب، ليه يا ابني تتجوز اربعه؟ مصيبه واحده كفايه، انا ليه ادفع الثمن يا ابني؟ حرام عليك. بنتي يا نرجس، بنتي يا نرجس، انت يا بت، بنتي يا نرجس، انت فين؟ فين؟ هتروحي مني فين يا بنتي يا نرجس؟ بنتي يا نرجس، بنتي يا نرجس، بنتي يا نرجس. ماشي يا نرجس، ماشي يا نرجس، هجيبك، هجيبك يا نرجس. فينك يا نرجس؟ بنتي يا نرجس، فين البيت؟ يا لهوي، لا تكون عاملة عمل عشان ما اشوفهاش. يا مصيبتي انا. بنتي يا نرجس، امي فز، امي فزي، امي فزي، استخبي مني، امي، امي فزي، كلميني امي. امي ازاي يا حاجه وانت ماسكاني من دماغي؟ ما اعرفش تقومي، لما اقول لك تقومي تقوم. طب سيبيني رجلي عشان اقوم. طيب. فرحتيني يا حاجه. طيب ماشي، اخر مره يا حاجه، والله ما هعمل كده تاني، والله والله. انت بتكرهيني؟ لا والله. لا بتكرهيني يا نرجس؟ والله العظيم ده انا بحبك قوي يا حاجه، بس انت اللي مضطهداني. هو ليه يا حاجه؟ ليه يعني انا من دون العمارات جعفر مضطهداني؟ ولا يعني هو الله بيت الكلام نجس؟ لا لا، تعالي يا اختي في حضن خالتك، تعالي. ولما انت بتحبيني امال جايه تهددي ايه في انصاص الليالي في الغياب عندي؟ طب هقول لك بس ما تضربيش هناك. قولي. طب سيبيني عشان اقوم. لا هقول لك. ها انطقي يلا. اصل الدجاله اللي اسمها رغاوي قالت لي ان انا متسقسقلي عمل في عبايه زرقاء من العبايات بتاعتك. متسقسقلي انا مش انت، وعايزه انا اجيب العبايه دي عشان تفكلي العمل. والدجاله اسمها رغاوي؟ اه والله لو مش مصدقاني تعالي معايا. هاجي. هاجي مش عشان العمل. طيب عشان اقابل رغاوي. يا لهوي يا حضره. ايه